السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، حياكم الله من هنا من جوار مسجد الجمعة. أول جمعة أقيمت في المدينة المنورة بعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام، أقيمت في هذا الموضع في ديار بني سالم بن عوف، أبناء عمومة بني عمرو بن عوف، سكان مسجد قباء. ذلك هو مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام. نحن الآن على بعد نصف كيلومتر إلى مسجد قباء. الآن بإذن الله سنمشي باتجاه مسجد قباء، ونحن كما ذكرنا بجوار مسجد الجمعة، وهنا ديار الصحابة بنو بياضة من الأنصار من الخزرج رضوان الله تعالى عليهم، من سادتهم زياد ابن لبيد وكذلك فروة ابن عمرو رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما من استقبلا مع جموع من بني بياضة، استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الديار وطلبوا منه، قالوا له: هلم إلى العدة والعتاد والمنعة، تعال ابن مسجدك ومنزلك عندنا. طبعا الرسول، هذه القصة كانت في طريقه لبناء المسجد النبوي وحجرات لنسائه، فلذلك مر بعديد من ديار الصحابة بما فيهم بني سالم بن عوف، ثم مثل ما ذكرنا لكم بنو بياضة، ونحن الآن هذه الديار تقريبا ديار بني بياضة من الصحابة الأنصار، ولهم فروع أخرى في غير هذا المكان. ثم عندنا الرسول لما وازى ديار بني الحارث بن الخزرج، وديار بني الحارث بن الخزرج في هذه النواحي تقريبا، لما وازاهم أيضا استقبلوه في هذه النواحي، وأيضا طلبوا وكرروا له نفس الأمر ونفس الطلب، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أيضا مر بديار بني زريق، وبنو زريق موقعهم جنوب المسجد النبوي الشريف، يعني جزء منهم يعني يقع في منطقة الساحات، وجزء منهم في المناطق اللي هي تقع في الجهات الجنوبية مثل ما ذكرنا جنوب المسجد النبوي الشريف. ثم بعد ذلك بنو ساعدة وموقعهم بجوار سقيفة بني ساعدة، وأظن صورناها قبل مرارا، والتفت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا في كل مرة كانوا يطلبون نفس الطلب، ويقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. انظروا هذه اللوحة، نفس اللوحة اللي قرأناها في الجهة المقابلة، كان مكتوب عليه نصف كيلومتر إلى مسجد قباء، ومن هنا باقي 2.5 كيلومتر إلى المسجد النبوي الشريف. كثير من الأسئلة تسأل ما بين المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء كم كيلومتر، فدائما نذكر ونقول أنه بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء 3 كيلومتر. أكملت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرها حتى وصلت إلى ديار بني النجار، وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، بنو مالك بن النجار ثم بني عدي بن النجار. فبركت الناقة في أرض مربد للتمر، كانت لغلامين يتيمين سهل وسهيل، فاشترى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأرض بمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان سهل وسهيل قد قدما هذه الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه رفض وأصر على أن يشتريها، فاشتراها بمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الآن نحن في طريقنا إلى مسجد قباء. بعض الأسئلة التي تريدني، يعني نريد مواقف تكون غير مزدحمة للوصول إلى مسجد قباء، فأنا أقول يعني ربما هذه المواقف، مواقف مسجد الجمعة، هي مواقف مناسبة، ممكن نقتقف في هذا المكان ثم تمشي إلى مسجد الجمعة. تقريبا السير من هذا المكان إلى مسجد الجمعة لا يستغرق أكثر من 10 دقائق إلى ربع ساعة كحد أقصى، وعندنا أيضا مواقف مجمع القمة، هذا مجمع القمة، مجمع تجاري ما شاء الله، أيضا ممكن أنك توقف سيارتك في هذا المكان ثم تمشي باتجاه مسجد قباء. وهذه المزرعة دائما أيضا يعني نصورها ونشير إليها، هي من المزارع القديمة ما شاء الله، مزرعة الجزع، وفي فيها أو بالقرب منها كان يمر أو تمر عين، العين الزرقاء، عين جميلة نظيفة، ويوجد فيها إلى يومنا هذا بئر، وهذا البئر قديم أيضا شربنا منه ما شاء الله، ماء جميلة ونظيفة وطيبة تبارك الرحمن. دخلنا الآن في سوق المدينة، سوق بركة المدينة في هذا المكان. طبعا سوق بركة المدينة ممتد إلى الأمام حتى منطقة الأكشاك في المقدمة، كان يوجد هنا أكشاك
لكن الآن صارت من المنطقة اللي في الأمام الآن حتشوفوها بشكل أوضح. شوفوا المزرعة هذه الجميلة، هي مزرعة الجزع أو تعرف بالمزرعة الرفاعية، ما شاء الله. اللهم بارك، خضار جميل في هذه المزرعة ما شاء الله. طيب نكمل طريقنا حتى نصل إلى مسجد قباء. لا يزال في مشاريع كثيرة تقام في هذه المناطق كما تلاحظون. هذه جديدة، يعني ما رأيتها من قبل ما شاء الله. هذه منطقة الأكشاك، وغالبا هذه المنطقة يعني تزدحم في الفترات المسائية، فترة ما بعد المغرب. نحن الآن نصور في عصر يوم السبت، سبحان الله، يعني من الموافقات الجميلة كوننا ذاهبون باتجاه مسجد قباء. كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مسجد قباء أو أن يأتي إلى مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا، فيصلي فيه ركعتين. ولا يخفى عليكم ما في الصلاة في مسجد قباء من الأجور العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، وفي بعض الروايات فصلى فيه ركعتين، كان كأجر عمره. الله أكبر. نكمل معكم التصوير. وصلنا إلى هذه المنطقة، عدينا منطقة الأكشاك، قلنا خلينا نختصر لكم المقطع. هنا عندنا أيضا في مواقف، أيضا ليسأل عن المواقف. هذه تجي لها من عند منطقة مسجد الجمعة وتجي توقف في هذه البرحة، في عندنا برحة كبيرة ممكن توقف فيها، هذه أقرب إلى مسجد قباء، لكن في بعض الأحيان تكون مزدحمة. شوفوا هنا في نقاط بيع ما شاء الله عديدة، وهذه سوق بركة المدينة مقتبسة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك في مدينتنا، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هذه بعض المزارع في هذه الناحية، الناحية اليمنى. طبعا الناحية اليمنى هو حي الدويمة، حي بنو بياضة، يفصل بين حي بنو بياضة اللي هو في الجهة الشمالية، وهذا الحي شارع أو تقاطع، أو خلينا نقول طريق الأمير عبد المجيد، ولا هو يعني كله حي واحد، حي الدويمة، يمتد إلى هذه الناحية، إلى هذه العمارة. شايفين هذه العمارة عند زيتونة للحجامة، هذه كلها المنطقة هذه حي الدويمة. الحي المقابل هناك حي العصبة، هذا كله حي العصبة، والحي اللي يقابل حي العصبة اللي خلف مسجد قباء هو حي الخاتم، نسبة لبئر الخاتم اللي كشفت ملامح عن موقع البئر، وضع له علامة، موجودة هذه العلامة وصورناها في أحد المقاطع. ما شاء الله الأجواء غائمة جزئيا، نسأل الله عز وجل أن يغيث بلادنا بالأمطار، وأن يغيث قلوبنا بالأمن والإيمان. ما شاء الله، شوف هذه البرحة الكبيرة كلها يعني تمشي مواقف، لكن مثل ما ذكرت يعني في بعض الأحيان فيها ازدحام. اليوم باعتبار أنه خلاص تقريبا بكرة حيكون يوم دراسي، فما في هذا الازدحام، والناس اللي يجوا مثلا يصلوا يكسبوا السنة في يوم السبت يجوا الفترة الصباحية. وغالبا يعني أنا لما أنشر المقطع الآن أنا بنشره ممكن بعد ساعة خلاص قريب المغرب، فربما ما يشاهد المقطع أو ما أحد يعني يشاهد المقطع يمكن إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، فيكون خلاص انتهى اليوم، نهاية اليوم مع غروب الشمس. فلذلك لعلنا نحرص على مثل هذه السنة اللي هي زيارة مسجد قباء في يوم السبت، ونبكر قدر المستطاع نأتي
إلى مسجد قباء الفترة الصباحية، إن ما استطعنا يعني كحد أقصى العصر ولا نؤخر ذلك، ومنها الواحد يكسب عمره الحمد لله. يعني إذا أهل المدينة ما عندهم استطاعة يروحوا يعملوا عمرة، خلاص عمرة عندكم في المدينة، هذه من مزايا المدينة ما شاء الله. مزايا المدينة أنه عندنا عمرة، كما أنه في مكة عمرة، عندنا أيضا في المدينة في عمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، سلامات النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا ذلك: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، في بعض الروايات فصلى فيه ركعتين، كان كأجر عمرة. الحمد لله، هذا من نعم الله عز وجل علينا. ندخل الآن إن شاء الله، نصلي ركعتين، هذه الركعتين هي من ذوات الأسباب، عشان لا أحد يقول أنه بعد العصر من الأوقات لا يصح فيها الصلاة، أو يعني ممنوع الصلاة فيها. فذوات الأسباب مشروع أن الإنسان يصليها، كنت أقصد يعني وقت نهي. ما شاء الله، خلاص ننهي المقطع ثم نصور لكم من مكان آخر بإذن الله تعالى. خلاص بحمد الله وصلنا إلى المسجد ما شاء الله. يا رب الله يرزق الجميع زيارة هذه الرحاب الطيبة المباركة. من باب أيضا إضافة معلومات مهمة لكم، هذه المواقف الشرقية لمسجد قباء هذه غالبا يعني تكون مزدحمة، لذلك نحن وضعنا لكم خيارات عديدة للمواقف. في هذه مواقف الباصات في بعض الأحيان تحصلوها مفتوحة، في مواقف غربية اللي هي في هذه الجهات، في الجهة اللي هي على يمين قبلة مسجد قباء، أيضا في بعض المواقف اللي هي جهات حي العصبة، هناك في بعض المواقف لكنها أيضا قليلة جدا. فهذه منطقة المواقف في مسجد قباء، إن استطعنا أن نصور لكم من الجهة الثانية نبصور لكم، لكن الشحن عندي يعني خلاص تقريبا شبه انتهى، ما باقي عندي إلا 7%، إذا لحقت أني أصور لكم بصور لكم إن شاء الله، خلوكم معنا. طيب وصلنا إلى الجهة الثانية من مسجد قباء، الجهة الغربية، هذه مزرعة المستظل اللي دائما نصورها لكم، وهنا عندنا بئر الخاتم اللي وضعوا علامته بشكل مؤخر، يعني هذه هي هذه منطقة المواقف اللي كنت أذكرها لكم. هنا كان في زي الحديقة أو زي المنطقة فيها أشجار ومسطحات خضراء، أزالوها عشان موضوع التطوير، ويعني عشان توسعة مسجد قباء، بس هذه اللي أحببنا أنه نخبرها نخبركم بها. وهذا طبعا طريق الهجرة، شايفين هذا، هذا طريق الهجرة، طبعا أغلق من هذه الناحية خلاص ما في إلا يوتير، ترجع يوتير. فأيضا عندكم مواقف هنا ممكن توقفوا فيها إذا كان في مجال للتوقف، لكن غالبا أيضا إذا كان في وقت زحام ما تحصلوا فيها أماكن. بس إن شاء الله أنه يكون المقطع قد نال على إعجابكم واستحسانكم. والآن ندخل إلى المسجد. هذه أجواء مسجد قباء ما شاء الله من الداخل، وفق الله الجميع. السلام عليكم.